سيد أستاذ الدكتور رئيس الجلسة أستاذ الدكتورة سميحة فوزي، أستاذ الدكتورة هنا السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، السادة الحضور الكرام، أهلا بكم في جامعة القاهرة، جامعة في هذه القاعة تحديدا، القاعة الجميلة اللي يمكن أول مرة بتشهد فعاليات بهذا الشكل، لأنها يعني قيد الافتتاح الرسمي إن شاء الله في الفترة اللي جاي. في الحقيقة يعني أنا كرئيس لجامعة القاهرة، أو يعني كما أحب أن أقول دايما مدير لجامعة القاهرة، يعني شديد الاعتزاز والتقدير لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والإضافة الإيجابية الكبيرة اللي بتضيفها لجامعة القاهرة ولمصر كلها، وأيضا طبعا أحيي أستاذنا وأستاذ الأجيال أستاذ دكتور سيد ياسين، الذي يعني منذ نعومة أظفارنا ونحن نقرأ له ونتعلم في كتاباته وتحليلاته، في الحقيقة لا حرمنا الله منها وأطال الله عمره. وفي الإطلالة البسيطة اللي أطل بيها، يمكن هذه الإطلالة بتؤكد حجم الأزمة التي يحياها المصريون الآن. المؤتمر الذي تقيمه كلية الاقتصاد بعنوان التحديات السياسية والاقتصادية في مصر رؤى مستقبلية، أعتقد أنه بالغ الأهمية، لأنه إحنا في مرحلة خطيرة من مراحل حياة الدولة المصرية. في ظني أن هذه التحديات لم تعد كما كان تواجه أو يعني خطر على نظام حكم، بقدر ما هي الآن خطر على الدولة المصرية نفسها، على مكونات الدولة المصرية كلها، بما فيها بطبيعة الحال نظام الحكم. أي نظام حكم إذا لم يلتفت الآن إلى هذه التحديات ويدرك الحجم الحقيقي لها ويستعين بأهل الخبرة وبالدراسات العلمية وبالأطر العلمية لكي يصحح ويخرج الدولة ويخرج هو نفسه أيضا من حالة التخبط التي يعيشها أو تعيشها الدولة المصرية والشعب المصري والنظام المصري، أنا في ظني أن هناك خطر كبير يحيط بهذه الدولة وبهذا الشعب. كل الأمثلة التي قيلت عن المشكلات التي تحيط مشكلتنا، في الحقيقة يعني نعتقد أننا من أكثر الشعوب حديثاً عن مشكلتنا وجوانبها، تأثيراتها، وكيف هي تحيط بنا، ومنها أفكار العدالة الاجتماعية والأزمة السياسية وفكرة أزمة الديمقراطية وأزمة حقوق الإنسان والأولويات في هذه الحقوق، ما بين التعلق بحقوق بإهدار حقوق أساسية للمواطن المصري، نحن نسميها في القانون في الحقيقة حقوق أساسية، لا يمكن أن يعني تمارس الحقوق الأخرى إلا بكفالتها. كل هذه المشاكل لا إحنا يعني كشعب ودولة كمؤسسات، هنا مشكلة التعليم يعني تحدثنا فيها كثيرا، نحن نحتاج إلى روشتات إجرائية للخروج من هذه المشكلات. نحن اليوم نحتاج إلى الحديث كيف نخرج من هذه المشكلات، وليس الإسهاب الذي أسهبنا فيه سنينا طوالا عن هذه المشكلات ويعني تجبرها ويعني وصولها إلى درجة ليست عصية على الحلول، ولكنها تحتاج فعلا إلى حلول إجرائية. النهاردة لابد أن يخرج هذا المؤتمر، لأن كلمة كلية الاقتصاد في الحقيقة هي كلمة مسموعة، والقامات الفكرية
والتي أمامي تستطيع أن تضع روشيتا لإنقاذ قارات العالم كله وليس فقط لإنقاذ الدولة المصرية. نحن نريد النهاردة، أنا بطرح على هذا المؤتمر وأيضا وصلا بما أشارت إليه السيدة الأستاذة الدكتورة صالحة فوزي رئيسة الجلسة، من أننا نريد رؤية مستقبلية وليس إسهابا. نحن في الحقيقة كلنا يتفق مع كل الكلام الذي قيل وقاله، وكان آخره كلام الأستاذ الكبير السيد ياسين. نحن أمام، نستطيع أن نقول العدالة الاجتماعية أو الانهيار، نستطيع أن نقول الديمقراطية أو الانهيار، نستطيع أن نقول إصلاح التعليم أو الانهيار. إذن نحن لا نريد أن نذهب إلى الانهيار، نحن نريد أن ننقذ بروشيتا إجرائية. أنا أرجو أن المؤتمر يخلص إلى وثيقة إجرائية يقول النهاردة في مشكلة اللي اتكلم فيها الأستاذنا السيد ياسين في مشكلة الإعلام، ماذا تفعل الدولة؟ ماذا تفعل الحكومة؟ 1 2 3 4. ذلك النهاردة جامعة القاهرة بتدعو إلى مؤتمر للتعليم، مش هنتناول فيه مشكلات التعليم، هنتناول فيه مشكلة الكثافة، كثافة الفصول. عايزين حل، الدولة تعمل إيه مع إمكانياتها الموجودة دي دلوقتي؟ اللي زينا عملوا إيه؟ استخدموا الساحات في الشوارع فصول، استخدموا الكنائس والمساجد فصول. ولذلك النهاردة إحنا محتاجين هذه الروشيتا الإجرائية، اللي في الحقيقة يعني أرجو أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تتبناها وجامعة القاهرة تقف وراءها، ونقدمها للحكومة في حلول إجرائية وليس كلاما كما كان الكلام. ويمكن هذا الاقتراح يعني أغرى الدكتورة هالة أن هي تتكلم وتلتزم أمامنا بأن المؤتمر يقول النهاردة إحنا هنعمل إيه. لازم كل، مش متصورين أن إحنا نعيش في دولة يبقى فيها مدرسة لوح إزاز مكسور يقع على رقبة التلميذ يموته، وكل الناس بتعدي على المدرسة وشايفة لوح الإزاز ومحدش عارف يصلحه. ماذا أصاب هذا الشعب وماذا أصاب هذا الوطن؟ نحن نحتاج الآن في الحقيقة أن نخرج من فكرة التنظير العلمي ومن هذه المؤتمرات إلى فكرة الحلول الإجرائية التي تضع الحكومة والدولة أمام مسؤوليتها نحو إصلاح نستطيعه. أشكركم وأثمن يعني مؤتمركم وحضوركم، والجامعة تضع كل إمكانياتها لنجاح هذا المؤتمر ولإنجاح توصياته، وأعتذر إن كنت أطلت. شكراً.